أهلا بتونس. صفا شيخة؟ إن شاء الله ديما شيخة. سي نورمال أمورك هانية وجوك حفلات. هاو جاي الصيف والفاكونس والعيد وبرا عاد شكون كيفك. حتى آلاف المليارات تكثر راهي في الصيف. شيء من السياحة، شيء من تحويلات التوانسة اللي في الخارج، أشياء من الأموال المنهوبة والصلح الجزائي. سيد خلنا والحمد لله في عشرية الرخاء، ودعنا عشرية الخراب بلا رجعة. قعدت لنا فقط مشكلة صغيرة لازم نلقاو لها حل. مشكلة الإجرام. أي كثر الإجرام المدة الأخرى. البارح برك صارت عملية إجرامية أخرى استهدفت عون أمن. دغروا واحد قدام سفارة البرازيل حسب الرواية الرسمية. أما يبدو أنه هذا ما كانش حدث مهم ياسر كي تشوف ردود الفعل عليه. تي اليوم درت هالجرايد ما لقيته في الصفحة الأولى كان في الجرايد الفرنكوفونية لابخيس لطن ولكوتيديان اللي كتبوا باختصار هجوم بالسكين قدام سفارة البرازيل، المهاجم عنده اضطرابات نفسية وعون الأمن توفي متأثرا بجروحه. الله يرحمه ويصبر ماليه. أعطوناش يسمو على القليلة؟ لا ما أعطوناش. عون أمن شهيد والله يرحمه وكهو. والمهاجم شنية حكايته؟ ما ندروش. أما قول هذاك مازال بكري شوية باش نعرفوا دوافعه وانتماءاته ومشتقاتهم. أوكي عملية جربة الإجرامية مثلا عندها تقريب شهر ونص تو. ما هو المهاجم متاعها تقتل وقالولنا فما عناصر أخرين مشاركينه في العملية. أي نعرفوش شكونهم شنو عملوا شنية أهدافهم. لا لا ما ندروش. ما زالت الأبحاث تتقدم. هيا خليه الدولة تخدم ونقصوا من التكعرير ليكمل قاضي التحقيق يمنع التداول في هذه زادة. مش سهلة رأي العمليات الإجرامية اللي يعملوا فيها مهاجمين. قبل في عشرية الخراب كانت عندنا عمليات إرهابية سهلة واضحة، نعرفوا شكونهم الإرهابيين وتابعين شكون. أما هالمهاجمين والمجرمين الجدد ما زلنا مناش فاهمينهم راه. أصبروا شوية تو تجيكم الحقائق مزلزلة. شكون يعرف؟ ينجم يكون مثلا المهاجم صدم على سفارة البرازيل خاطر يحب يعطل دخول تونس للبريكس. أما لوينك؟ ما هي الباب تاع البريكس هي البرازيل. نحب كفاية ولد أختي. ينجم يكون بعثوه الأطراف اللي يتآمروا علينا واللي عملوا مخطط توطين الأفارقة في تونس، ولا المحتكرين والمافيات ما تنساهمش هذوك. كل شيء ممكن راه، كل شيء ممكن. كان حاجة برك الإرهاب هذاك دفناه ودعناه مع عشرية الخراب ولا مجال للعودة إلى الوراء. هنيئا لتونس بعشرية الرخاء، العشرية الروز، ولا عزاء للخونة والمجرمين والمهاجمين. والحي يروح.